بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. طبعا قضية الاعتذار على نشر صورة الطيار وهو مقتول، هذه من أخلاقنا التي اعتمدنا عليها واستمديناها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أننا لا ننشر صور أو مصرع قتل أعدائنا أو أدعياء الكرامة من باب ألا نجرح مثلا شعور أهالي الميت، ونحن كنا نتمنى له الهداية ونتمنى له أن لا يسلك هذا المنسلك الذي يقتل في أهلنا في مدينة درنة ويعتدي علينا بالقصف. لكن هذه من هذا الاعتذار هو ناتج عن تمسكنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمر الله عز وجل ورسوله.